الصورة في عدن تبدو هكذا. أصوات الانفجارات والإسعافات هو أكثر ما يمكنك سماعه في هذه المدينة التي كانت مدينة للسلام والتعايش. تثير الاغتيالات المتكررة في عدن تساؤلات عدة خلف الجهة التي تقف وراء هذه العمليات، وسط مخاوف المواطنين من استمرارها بهذا الشكل وتعطيلها للحياة المدنية في العاصمة المؤقتة. حوادث عديدة راح ضحيتها عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المحافظة، أبرزهم محافظ عدن السابق جعفر محمد سعد الذي تم اغتياله في ديسمبر الماضي عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه. مقر نائب الرئيس ورئيس الوزراء خالد بحاح أيضا تعرض لهجوم إرهابي أثناء وجوده في المدينة خلال أكتوبر الماضي، ووصل الأمر إلى استهداف مقر لقوات التحالف وعدد من المعسكرات وأقسام الشرطة، والضحايا كانوا بالجملة ما يقارب من 80 شخصية قيادية في المقاومة والسلطة المحلية، كانوا هدفا لعمليات إرهابية انتهت بتصفيتهم. وكان على رأس تلك القائمة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة الجزائية ومدير غرفة العمليات بإدارة أمن عدن عبد الرحمن السنيدي، والقيادي في المقاومة الشعبية حمدي اليافعي، وقائد محور عدن عبد رب حسين، واليوم كان مدير دار الحديث عبد الرحمن العدني آخر ضحايا سلسلة الاغتيالات التي لا تزال تستهدف عدن. تعبت المدينة من حالة الفوضى والانفلات الأمني، وعانت الكثير من غياب الدولة التي لا تبدو في الأفق القريب ملامح قدرتها على الإمساك بأطراف اللعبة الأمنية في ظل الانقسام المفضي إلى الفراغ.